ونعود من جديد إلى حلقة جديدة. طبعا تكون الحلقة السابعة، تصور عدنا المدينة القديمة في الحلقة اللي قبلها، والحين بنشتغل على المدينة الجديدة. مثل ما قلت لكم، شوفوا يوم بحتاج صناعية، والحين محتاج أنا الصناعية الصراحة، يعني محتاج الصناعية، لأن خاصة إذا بتوسع صناعية راح تستوي إلى أزمة، أزمة لها أول ما لها آخر. قلت لكم بنحط شوية مطافي على السريع وشرطة أسرع، بعد من سرعة إن حطينا المطافي نحطيه هني، شرطة ما يستوي، أوكي نحط الشرطة هني وبنعبي المنطقة هاي. المفروض عندهم كهرباء، توصلهم كهرباء بروحهم. هذا الموضوع اللي كنا مجهزين له قبل له الشارع هذا، لأني ما كنت بتعب عليه صراحة، لأن في المدينة الجديدة ما بسوي صناعية، بحط سينما. سينما مهم، ايش بدون سينما ما يصير. هذا أكثر مما محتاج بكثير، ما بنحتاج هالكثير. كنا حاطين فيه مي، ايوه تذكرت المي هالمرة، لا تقولون ناسي، لا حد يقول لي ناسي المي. جسر، جسر ما في تفاهم، جسر بس خلنا نرفع الجسر شوي، اساس بعدين اذا سوينا سفن. مش متأكد اصلا اذا يعني بيأثر وايد، بس احتياطا يقول لي لا والله. شو الجسر اللي سويته؟ شو الجسر الجسر هذا؟ وليش اصلا حاط الشارع هذا؟ ما نبغى شارع، ولا بنحتاج صدقون. المهم نقدر نسوي، عندنا الكنترول. الحين المدينة يا مدينة، بس ملينا من المربعات الصراحة، يعني لازم نسوي شيء جديد. مربعات ثانية والله، شوف انا احب المربعات، احس ان المربعات افضل شيء، بس انا مضايقني خط القطار هذا، احس يعني بينشبلي في نص حياتي. فليش؟ خلنا نجرب، يا اني اندم يا اني استانس، يا اني اعيش حياتي. نسير الخطار نبني المدينة الجديدة. وين تختار؟ اذا ما عندي محطة ما اقدر ابني اصلا. انا جبت العيد، ما علي مشكلة. بعد ما نحط المدينة بنسوي محطة خطار. زين نسوي محطة خطار، ليش ما نسوي محطة خطار؟ تقولوا لي ترين ستيشن، نسوي ترين ستيشن، ليش ما نسوي؟ نسوي ترين ستيشن. المدينة وين بتكون؟ خلنا نقايس لها. هاي المدينة بتكون ضخمة ضخمة. وقلت لكم مو بسيدة المرة، مو بسيدة. لا ايتي فايف سويناه ولا كم؟ بعد والله اظني المدينة تجيب العيد، مربعات احسن. فكمل باقي خطوط سيدة، ما يصير، لازم مربعات، لازم مربعات افضل. في ناس شغلتهم يسوون تصاميم في المدن هاي، وممكن تصمم مدينتك الخاصة. أنا جربت التصاميم قبل، صراحة شيء حلو، لكن أنا أحب الشيء العملي، فأحب ألتزم شيء بالمربعات بهالأمور، أحس أمور حلوة صراحة، إذا فيها منه فايدة. يعني مدينة بالطول يا شوي، لكن ما أسولك فيها، لها مشاكل لأنها بالطول، تسويها أضخم.
قولوا شو حجم المدينة اللي انتو تتخيلون الواحد يسوي؟ بكبرها بعد زيادة، سمحت يقول لا هاي المدينة مش كبيرة، وناخذ مساحة طيبة في المدينة، لازم ناخذ مساحة زينة، وبنوصلها قطار قطار ولا مطار؟ خلنا من المدينة بقرر، كان أخلي القطار عقب، القطار يبغى له توصيلات من مدينة لمدينة، يعني أصير أجهز المدن القديمة حق القطار بعد، مش بس المدينة هاي، يعني مش مدينة واحدة بس اللي يبغى لها تجهيز، حتى المدن الأولية ليش ما عندنا بيوت حلوة على البحر؟ نسوي بيوت على البحر، هالمدينة مش ضخمة، أكثر من ضخمة. كم ممكن تتوقع انه يوصل عدد سكان؟ خبرونا على مدينة نفسها، كم بوصل يعني، كم في مجال اوصل مليون؟ انا 22 ألف، يلا بس ما نشوف، يمكن نوصل مليون، ليش ما نوصل مليون؟ يا مدينة ده الارض الخصبة والفلوس، ممكن نوصل مليون بسهولة بعد، اتصور انا احس اني قاعد ارسم على خريطة كبيرة يا صديق، مساحات وايد، بس اي ثينك اتس اوكي، يعني اتوقع انه شيء عادي، يعني مو مشكلة، مو تكون القضية بيكون في اصلا يعني مساحة محترمة من البنا بتكون هاي، مو بسويها 6 سيدات، 6 سيدات حق مدينة سوي هاي مدينة المطار، الحين بعدي قاعد اشاور، ترى اشاور وياكم، انا ناوي يا مطار يا اخطار، يا مطار يا اخطار، ما في تفاهم، بس اشك ان الكهرباء اللي عندنا تكفي، خلينا نحط يوي البلانت على السريع، زين الكهرباء اللي عندنا يلا تكفينا نحن، هاي بروح يبالي موظفين، هاي اساس المدينة الجديدة، هي شوي فيها عشوائية بس انا خليت فيها عشوائية، ما هندست حيلة كل شي فيها، خلا احلى عشوائية شوي، شوف هاي يقدر كم يغطي، نايس بيغطي اولموست هول 60، اذا السالفة بالطريقة هاي خلنا نكبر منها، بنوصل في الشارع العام، ومنها نكبر المدينة، في الميزانية موجودة، أنا مخبي لها فلوس أصلا، الميزانية موجودة، هاي يسمونه الرسم العشوائي للمدن، هذا ما في عشوائية أكثر عن هاي، بس عيب إن شكلها أنا بتي على هذا، أحس إني بسويها بطريقة أحط فيها 2 مطافي، 2 هذا 2، فبكبرها من على اليمين بعد، ومرة واحدة ما أنا عندي شارع عام هني، وصل شارع عام، وصل ويمديني بعد اسوي يستوي 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 ايه يستوي، يصير بعد يستوي يجوز، وهذه وصلة ثانية، اتجاه الثاني، هاي تصل حتكون امتداد المدينة، يعني اذا امتدينا في المستقبل بسويها بطريقة، اذا قررت اني امتد من هالاتجاه ولا محتاج احط اي شيء لاي سبب من سبب هالاتجاه هذا، يكون الوضع اوكي يعني ما خربه، نسوي هذا نفس الحال نفس الطريقة هذا، نفس الشيء يسويه،
والسلامة. بس يمكن شوي اوكي اوكي اتس اوكي، لان المنطقة بتكون صغيرة اصلا. اكبر هالمنطقة هاي، بس نحتاج جسور اكثر بس، ولازم اكبر هذا الشارع اصلا. الشارع اصلا انا مكبر لنا صح، هذا لازم يكون شارع شارع. هذا شارع عام، شارع ضخم سويناه. طبعا بلتزم انا بحدود المدينة عشان ما يسطك، فاللي داش داش الشارع العام ما يتمون يوقفونه مال المدينة يشاير. هذه المدينة الكبرى، هاي مدينة سياحية بسميها، هاي لازم تكون مدينة سياحية، بنحط فيها سينما وغيره و... ها شو هاي واي ترى يمشون فيه اسرع من باقي الشوارع، لازم تعرفون انتو هالشي. بس عادي لان طالعين مدينة اصلا بيكون في زحمة، فمش ما بركز على موضوع الهاي واي وايد. انزين والحين نمدها لين هني، وبعدين الوقت اللي نحتاج نتفاهم فيه مع الخطار قريب. يعني هالمنطقة الحين ما ببني فيها، بس بكبرها شوي وبخليها هناك فاضية. هيك هني بتكون عندنا الحين بعد ما نبني هالمدينة هاي، هناك بيكون اساس المطار والقطار، المواصلات العامة عند بعض بحطيهم. ما بنيتها صح، الله يسامحك. من الوسط باختصر الموضوع، لان بحتاج مساحات حق المباني الكبيرة. يعني المباني الكبيرة نفس شو، اول شي مثل الوعد الاولي الاساسي مطار. هذا بلم ديبوت بليس امدمنت بروفايد بلمس اول لينز ديبوت سنت اوت فيهيكلز الى اخره. انزين استوى عندنا محطات توصيل للمطارة، ما كانت بالطريقة هاي الأول، كان مطارة تنزله خلاص. لحين ما فتحت المطار. يعني المطار مجبور يكون بعيد. خلاص الخطة الأساسية عندنا مكان المطار، عندنا مكان كل شيء، وعندنا مكان الخطار جاهز الحين. يعني كل اللي محتاجين نسويه بمتد من وراء عقب سنة ايشو. يعني ما بسوي منه قضية، لأنه ما بأخر بعد حاليا. خطار أين أنت يا الخطار؟ يا الله هذا الخطار. زين هذا خطار ركاب، وصل في سكة الخطارات. طبعا ما منه فايدة لان انا بالعيد هني، ولازم حطيت ترين ستيشن واحد حطيت ثاني. ما ليش نحن هني سوينا مكان كبير، لانه بيكون في ترين ستيشن. ممكن نسوي الترين ستيشن هني 10 ابني حط ترين ستيشن، بنحط الترين ستيشن هني اوكي. لا تزعلوا علي مش خطاط ماهر انا. وبنخش تحت وين الارض، ليش بعدين نقدر نبني فوقه. قولوا ما قلت لكم سوي لي فوق الارض توهقون. بعد افضل من الصوب الثاني، افضل وافضل. بس بنحتاج مية
35 درجة، بس ترى يفرق في سرعة الأقطار. هني حسبتهم إذا نزلت وايد تحت بيفرق وايد في سرعة الأقطار. طبعا هذا انا ابواب بالعكس، قطار يكون رايح بعدين يرجع، بس الحين ما نخرب اماكن البناء. الانفاق حلوة يعني، حتى لو مثلا هاي مساحة بسيطة ولا شيء بسيط مقابل يعني الواحد راح يسويه. الحين لازم اوصل هالقطار بهالقطار ويرجع. باختصار خلاص الموضوع، والمدينة هاي شو لازم يكون فيها؟ أول شيء أبى أراويكم عشان نسويها صح، لازم دور ما دور. هذا نلغي، بقول لكم كيف الترتيب. عندما أنا رسمنا المدينة سويت أول شيء المدينة، الحين أعرف شو بضيف عليها. هذا هني لفة لفة مية مية، ركب شارع وصل، شارع وصل. انا ادري ما في ريل بس بسوي له الحين تقريبا، بسوي له ستيشن وبسوي له كل شيء عن طريق المكان هذا اللي كنت اقول لكم عنه. هذا يوم قلت لكم احنا بنحتاجه بعدين، تذكرون هذا اللي بيستوي الحين. هذا عشان نوصل المدن ببعض، بس ما بمد المدينة كامل، بمد أماكن أساسية. يعني ما بالمدينة كل حد يخط فوق راسه خطر، نفس اللي سويناه في المدينة الأولية ويبت العيد. ما على هذا لازم أعدله، المدينة بتكون ضخمة وايد، ضخمة ضخمة. هذا بروح المحطات هاي ما يكفي محطة ولا ثنتين، اظني بحتاج ستيشن بالاضافة الى انا بحتاج الستيشن ماله، بس هذا بيكون مزعج بالنسبة لهم فبيكون عند الخطر. اوكي نخفف الازعاج، الناس في يموتون من الازعاج على فكرة، مش بس انا عادي يموت من الازعاج، في ناس في حالة وفيات اذا في صوت عالي عندهم في اللعبة، فبالنسبة للعبة هذا مصدر خطر. المشكلة بعد انا بنسوي الشارع كبر هذا لانه بيمر من برا افضل. طبعا بضيفه هناك هذا اللي انا ما داني سالفة اهدم وابني لانه مو اوكي. السالفة وايد سيدة يعني ولا شو؟ شكرا، وايد زاوية، زاوية وايد حادة علي اظني، اتوقع هاي تمشي الامور. الحين انتو في المدينة الجديدة هاي بنحط السينما، بس ما اظني نقدر نخلصها نحن في هاي حلقة الصراحة. نوي صعب، وايد صعب، جدا جدا صعب، لأنه بياخذ وقت شو اسمه ضخم ضخم ضخم. ايوه الزاوية الحادة نتجنبها، ها كله باي اكسبيرينس، لازم كله باي اكسبيرينس. وهني بنهدم، بنح
حطي المترو الأخير اللي هو الستوب الأخير، بيكون لها مواصلات بروحها المدينة لأنها وايد ضخمة وايد ضخمة. حطي سوري باي، ما بضيع وقت وايد. طبعا هذا اخر، ما راح يكون توسع الاخير يعني، سوري، محطة المترو الاخيرة. اذا 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 ملكم الجزء هذا طوفوا، لان بعد بكمل الحين بحط السينما. تقريبا خلصت انا خلاص اصلا. اوكي، يبقى انا محطة باص، مش محطة باصات. اول شيء لازم نسوي نقاط، 1 2 3 4. لا، يبالي واحدة في الوسط بعد، يبالي واحدة في الوسط عشان تغطي المدينة بشكل صح من الخارج. بحطي واحدة وسط المدينة، والشغلات المهمة هاي تفرق على المدى الطويل. المدى الطويل هاي يخفف زحمة كلها. هدفنا ان الشارع يتم فاضي قدر الامكان، الشارع يتم فاضي، لان الشارع اذا ازدحم مصيبة. هدف اساسي الشارع يتم فاضي. مسار المترو هذا اخر لين نسوي لنا رقم كم. مسحت لين غلط انا، لحظة شو مسحت. اوكي، كل شي متوصل. مثلا واحد اصفر، نحط هذا الاصفر، هذا اللي بمسحه. غيرت لون الاصفر ومسحه. اوكي، الحين بعد مباراة يستعمل هالشارع ليش؟ ايوه، استعمله، ممتاز، استعمل الشارع، حلو، استعمل، محتاج باص، ديبوت، الباص بعد ازعاج ونحطه داخل الباص. يعني موضوع وايد اسهل، وايد اسهل، ما يبالي الوقت، ما يبالي الجهد، ما يبالي شيء. حدد نقاطك، توكل على الله. بس شو ابى اسوي؟ ابى احط قريب كل محطة من هاي، شو بس اساس الناس تروم تنزل في المكان الصحيح. في لعبة كلها مواصلات اسمها ترانسبورت فيفر، اللي ما يعرفها يصير يجرب يلعبها، بس مواصلات بيور، مواصلات من الآخر. خسرنا بلاوي على المدينة، بلاوي بمعنى كلمة بلاوي، وايد خسرنا فلوس. ما باخذ خارطة الصراحة، ما بي، بس كالعادة مدينة ضخمة يحتاج لها ماء، يحتاج لها كهرباء، يحتاج لها وايد امور. في الكهرباء بعد مهمة، حاليا مد لها هذا
زين شو نسوي؟ نبني بيوت على البحر، خلنا ندلعهم أول، ناس بيوتهم على البحر. دكاكين، إن أصلا دكاكين ناقصنا نحن، ما عندنا اكتفاء في الدكاكين. بتيكم الكهرباء، صبر أنت بتيكم. كلكم عندكم كهرباء، صبرا جميل. حول ما حوله على البحر أعطيناها حق الناس تسكن، بوفر شوي وظايف أكثر عن الناس على أساس المدينة عندنا شوي تتعبى زيادة، تتعبى أسرع، فسرعة التعبية شوي حاليا تفرق. بوفر وظايف 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 وظايف، سكنهم على الهاي واي فكرة سيئة، فكرة سيئة جدا جدا. أين أنتم يا أصدقائي؟ يلا اسكنوا، بدوا يسكنون شوي شوي، مدخول بيرتفع، السوالف ترتفع، بس خلني بكثف شوي هالمنطقة هاي. المدينة الكبيرة مشكلتها بتطول لين الناس تسكنها بسرعة، فشوي الكهرباء، الأمور، الإمدادات، الناس تبدأ تتشكى، بس عادي عادي خلهم يتشكون شوي، مو مشكلة، تري شوي على الكهرباء، مو مشكلة، بتي كهرباء. يوم الناس اللي حولها تبني الكهرباء تبدأ تتوزع خلاص بشكل عام. بس هذا شو قاعد يقول، ناقصنا ماي؟ Not enough water. اوكي، ليش انا عندي مشكلة مع الماي؟ ما حد يحصل ماي يوم انا موجود، شو السالفة؟ مع اني اشرب ماي يعني عادي، يعني اشرب ماي. في وايد ناس تنقصها كهرباء الحين، في يمكن حل ان نبدأ نحط وحدات كهرباء هنا عشان تساعد الكهرباء الثانية. اوكي اوكي، لازم نمد ماي، خلنا نمد الماي كامل الحين المدينة. بحط الحين اول ما ابني هاي بحط السينما، حط السينما هني، بيبدون يجون سياح. لهالسبب ما بقى كنت احط شو مصانع، خلنا نوزع ماي على كل مكان قبل بوقت. الناس بدأت تسكن، بيحتاجون أول أولوية، بما أن برتقالي مطافي بحط لهم. الحين في مجال، يعني الخرض ينفع، ما شاء الله بيغطي المدينة كامل. يعني خلها تكون اصلا احتاج احط اثنين في كل الاحوال، ف هذا الشارع مش جيد ابدا. غطي الشارع في الوسط، مفروض نظريا غطاها، تقريبا غطى المساحة اللي احتاجها غطاها. تقول له مكان استراتيجي، انا ما بيطلع بس الكهرباء اول ما يطلع،
بس تطالع الزاوية اللي على اليسار فوق بيغطيها، محطة المطافي اللي هناك بتكون بتغطيها بدون مشاكل. المفروض الحين الشرطة ما عندهم مشاكل، الحين عندهم مشاكل صحة، مشاكل الصحة مشاكل ثانية، هاي لازم عيادات. ما بحط اسلاك، ما بحط وايرات لان بيلعوزوني بس حاليا. حاليا وايد بتلعوز اذا حطيت الاسلاك والامور. ان شاء الله عاد يبنون هني، ما يدلعون، يقولون مكان ما يكفي. يبنون هني بيحلوا مشكلة الكهرباء عند المطافي. هاي الطريقة شوي أبطأ بس بدون قروض، لأن في بعدين في المراحل الجاية الواحد راح يحتاج يسوي قروض ثانية. المهم ها كان الجزء الأول لإنشاء المدينة، بكمل عقب الجزء الثاني في الحلقة الجاية لأن الجزء وايد طويل. حياكم الله.